مش كل الأساطير اليابانية المرعبة خرافات، في منها اللي تم تأكيد إنه حصل، وفي منها اللي لسه مشكوك فيه، زي فيلمنا النهاردة اللي اسمه كارفي، واللي ياريت بعد ما تسمعوا قصته تكتبولي في التعليقات رأيكم، هل الأسطورة المرعبة دي حصلت بالفعل أو لا؟ يبدأ فيلمنا مع سكان بلدة يابانية، واللي كانوا حرفياً من أكبر واحد لأصغر واحد فيهم، بيتكلموا عن أسطورة اسمها كوتشتاكي أونا، أو الست اللي بقها مشقوق. والأسطورة دي بتقول إن الست دي كانت جميلة جداً، جميلة لدرجة فتنت الناس بيها، وجمالها ده سبب لها الغرور، وتصرفاتها بقت عبارة عن غش وخداع لكل اللي حواليها. وفي يوم بيكتشف زوجها إنها مش وفية ليه، وأكيد بيتجنن من اللي عارفه عنها ويواجهها ويقطع وشها من عند بقها، وده عشان ما تستغلش جمالها بعد كده في دمار نفسها واللي حواليها. وبعد ما شوه وشها قال لها: ايه رأيك دلوقت؟ لسه شايفة نفسك جميلة؟ وبسبب اللي حصل بتدخل الست في حالة اكتئاب شديدة، وكانت هتتجنن لأنها فقدت جوهر وجودها زي ما كانت بتعتقد، وبتبقى مضطرة تلبس قناع لبقية حياتها علشان تداري بشاعة وشها، ولما بتشتد أزمتها النفسية بتموت بحسرتها على نفسها. وبيحط زوجها جثتها في دولاب علشان يداري جريمته. وفي يوم بيحصل زلزال قوي جدا في البلدة، واللي بسببه بتتلبس روح كوتشاكي أونا أي واحدة تشوفها مناسبة. في نفس اللحظة اللي بيبدأ بيها مدرس اسمه نابورو يسمع صوت همسات، بس ما بيبقاش عارف جاية منين، والهمسات دي ما بتكونش بتقول غير جملة واحدة وبس: هو أنا جميلة. وبعدها بشوية بنعرف إن في طفل اتخطف لما كان رايح للبلدة مع 2 من صحابه علشان يشوفوا ظهور كوتشاكي أونا لأول مرة، ومفتكرين إن الكلام ده خرافات وهزار. بس للأسف وبعد خطف الطفل الكل بيتأكد إنها ظهرت بالفعل، وسكان البلدة بقوا في حالة رعب وقلق دائم. ومن هنا ابتدى خبر خطف الولد الصغير ده ينتشر لدرجة إنه وصل للمدن القريبة من البلدة دي. ومع انتشار الخبر كان النصيب الأكبر من الرعب لطلاب المدرسة، وعلشان يقدروا يحافظوا على الأولاد وما يتخطفش أي طفل تاني، أمرت المدرسة في اليوم ده بإن المدرسين يروحوا الأطفال لحد بيوتهم. وتاني يوم ببلغ مدير المدرسة الأطفال يبطلوا كلام عن الأسطورة دي لعل وعسى يترحموا من لعنتها، ويقول لهم إن محدش هيمشي من المدرسة إلا ومعاه يا بابا يا مامته. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بتاخد مدرسة اسمها كايوكو طلبها علشان تروح بيهم لمكان تسليم الأطفال، المكان اللي بيتجمع فيه الطلاب بعد المدرسة برئاسة أحد الأساتذة علشان يجي أهليهم ياخدوهم من هناك. وبالفعل بيروح كل طفل مع مامته ما عدا بنت وحدها اسمها ميكا، واللي بيكون مفيش حد جه علشان ياخدها. وبنعرف هنا إن ميكا بنت طيبة جداً، ودايماً كانت بتتعرض للتنمر من زمايلها في المدرسة، وحتى مامتها كانت مطلعة كل عقدها النفسية بيها وبتضربها بوحشية. وبتكون ميكا ملهاش غير صاحبة واحدة بس اسمها ناتسوكي، واللي برضو هي كمان مامتها بتضربها. وبتجي والدة ميكا أخيراً علشان تاخدها، بس ميكا بتتجاهلها تماماً وما بتبقاش عايزة تروح معاها. فبتاخد الآنسة كايوكو ميكا وتتمشى وتتكلم معاها شوية، وأثناء ما ميكا والأنسة كايوكو قاعدين بتكشف ميكا عن جسمها عشان توريها إثارة الضرب اللي عليه، واللي بيثبت الجريمة الشنيعة اللي بتعملها والدة ميكا في بنتها. وبتتصدم كايوكو بجسم ميكا اللي مليان كدمات، وعلشان كده ميكا بتقول للأنسة كايوكو إنها بتكره مامتها جدا لأنها بتضربها من غير سبب وبدون أي رحمة. بس بتتفاجأ ميكا لما الآنسة كايوكو بتزعق لها لأنها في رأيها إن ميكا بكلامها ده ما بتحترمش مامتها، لأن كايوكو هي أم برضه. وبنعرف هنا إنها كانت متزوجة وعندها بنت، بس بنتها حالياً عايشة مع باباها لأنهم انفصلوا. والصدمة إن حتى كايوكو كانت بتضرب بنتها لحد ما بنتها برضه كرهتها، وده السبب اللي عصبها من ميكا ساعة ما قالت لها إنها بتكره مامتها علشان بتضربها. وبسبب زعيق الأنسة كايوكو جريت ميكا منها وسابتها، ولما جريت كايوكو وراها لقيتها وقعت في إيد كوتشاكي أونا. بس من شدة صدمتها ورعبها ما قدرتش كايوكو تصرخ ولا حتى تنطق بكلمة، رغم إنها شايفة ميكا قدامها وهي بتتخطف. ولما بيجي البوليس بعد الحادثة علشان يستجوبها بتلمح كايوكو والدة ميكا اللي بتبقى حزينة جدا على بنتها اللي اتخطفت، فبتحس كايوكو بالذنب وبتلوم نفسها إن اللي حصل ده كان غلطتها، وإنها لازم تدور على أي خيط يوصلها لمكان ميكا. وفي أثناء بحثها بتقابل مستر نابورو اللي بيسألها عن شكل كوتشاكي أونا، وده لأنه عارف إن كايوكو شافتها. فبتقول له كايوكو إنها عمرها ما هتنسى شكلها المرعب، ولما بيوريها نابورو صورة وبيسألها هل هي دي الست اللي انت شفتيها، بتتصدم كايوكو لأنها بتعرف منه إن صاحبة الصورة دي هي نفسها كوتشاكي أونا اللي الكل بيتكلم عنها. فبتسأل كايوكو نابورو عن القصة وتحاول تعرف هو جاب الصورة دي منين، لأنه طالما قدر يعرف هي مين يبقى هيقدر يعرف مكان ميكا. بس نابورو ما بردش عليها لأنه بيسمع نفس الصوت من تاني،
هو أنا جميلة، فبيجري على عربيته علشان يروح يلحق الطفل اللي هيتخطف، لأن كل مرة نبورو بيسمع فيها الصوت ده بيتخطف طفل بعديها. وبتروح كيوكو معاه لأنها عاوزة تعرف إيه الحكاية، ولأنها عايزة أي معلومات تساعدها تلاقي ميكا. وبيروحوا هما الاتنين ناحية الصوت اللي ما بيبقاش في حد سمعه غير نبورو، وبيطلع الصوت جاي من بيت طفل اسمه ماساتوشي. والحسن حظ الولد، وصولهم بيبقى في الوقت المناسب، وبيقدروا فعلا ينقذوا الطفل بس بصعوبة، لأن كوتشتاكي أونا بدأت تهاجمهم وكانت خلاص هتقتل نابورو. بس كايوكي بتلاقي سكينة وتفضل تطعنها بيها أكتر من مرة على أمل إنها تسيب نابورو. وبيتصدموا لما بتقع كوتشتاكي أونا على الأرض وبتموت زيها زي أي بني آدم. بس الصدمة الأكبر لما بيلاقوا إن جثتها اتحولت لجثة حد تاني، وبيعرفوا ساعتها إن كوتشتاكي أونا بتستخدم أجسام الأمهات علشان تخطف وتقتل ضحاياها. وبنعرف إن الأم اللي استخدمتها كوتشتاكي المرة دي اسمها كازوكو، وعندها بنتين صغيرين. وبعد الحادثة بياخد نابورو الولد اللي كان هيتخطف ويوديه لإسم الشرطة علشان يبقى تحت حمايتهم، لأن كوتشتاكي أونا أكيد هتحاول تخطفه مرة تانية. وقبل ما الطفل يمشي بيدي لنابورو كتاب بيكون فيه معلومات عن كوتشتاكي أونا، والمعلومات دي بيبقى هو اللي جمعها بنفسه لما القضية انتشرت وبقت عاملة رعب في المدينة كلها. وفعلا المعلومات دي بتختصر طريق طويل جدا على نابورو كايوكو اللي بيروحوا بعدها البنات كازوكو الاتنين علشان يعرفوهم إن والدتهم ماتت. بعدها بيعرف نابورو كايوكو قصة الصورة وبيقول لها إن دي هي مامته، وإن كوتشتاكي أونا كانت اتلبستها زمان، بس كان الموضوع مجرد ضرب ليه هو وإخواته، وما كانش ممكن خالص يوصل للقتل، وكمان ما كانش بقها مشقوق زي دلوقت. بس وقبل ما يكمل كلامه بيسمع نابورو نفس الصوت تاني، هو أنا جميلة، وفورا بيروح مع كايوكو ناحية الصوت. في نفس الوقت اللي بتكون بيناتسوكي صديقة ميكا طلعت هي ومامتها عشان يدوروا عليها، ومعهم ثلاثة من زمايلها في المدرسة، واللي برضو بيكونوا حسوا بالذنب من تنمرهم على ميكا، وعلشان كده بيقرروا يساعدوا ناتسوكي في إنهم يدوروا معاها عليها، ويروحوا مع والد ناتسوكي يدوروا على ميكا في المدينة، وتروح ناتسوكي مع مامتها تدور حوالين بيت ميكا. وأثناء ما هي ومامتها ماشيين بتتلبس كوتشاكي أونا مامة ناتسوكي، وبتخطفها على المكان السري اللي بتخبي فيه الأطفال. ولما توصل المكان السري بتاعها بنكتشف إن ميكا والطفل اللي اتخطف قبل كده لسه عايشين، وبتربط ناتسوكي وبتكمم بقها، وللأسف بتقتل كوتشتاكي أونا أول طفل اتخطف بسبب صراخه الكتير. فما بيكونش قدام ميكا وناتسوكي غير إنهم يسكتوا خالص علشان ما يبقاش مصيرهم الموت هم كمان. بعدها بتروح كوتشتاكي أونا ترمي جثة الطفل في جراج عمومي، ولما بيخرج جد مع حفيده من محل بيلاحظ الجد جثة الولد المقتول، وبينتشر الخبر والرعب يملى المدينة كلها. والمفاجأة لما بيلاقوا ناتسوكي اللي بيبقى وشها متشوه زي كوتشتاكي أونا بالظبط، واللي بتكون قدرت تهرب من المكان عن طريق جزء من طبق مكسور كان قريب منها. ولما بتعرف مامة ميكا اللي حصل ما بتقدرش تمسك نفسها، وبتخرج في السر من ورا البوليس اللي بيبقى معاها علشان تلاقي بنتها قبل ما تموت. وبتبدأ مامة ميكا تخبط على بيوت زمايل بنتها في المدرسة على أمل إنها توصل لأي معلومة تفيدهم، وبتقدر فعلا تعرف المكان اللي بيتحط فيه الأطفال من بنت صغيرة، واللي بتقول لها إن مكان كوتشتاكي أونا يبقى البيت أبو سقف أحمر الموجود على التل. في نفس الوقت اللي برضو نابورو بيعرف بيه المكان، وده من خلال المعلومات اللي كانت في الكتاب اللي دهوله ماساتوشي الطفل اللي أنقذه قبل كده. لكن وبمجرد ما بيقرأ نابورو إن مكان كوتشتاكي أونا هو البيت أبو سقف أحمر اللي على التل، بيعرف على طول إن البيت ده هو بيت طفولته. فبيروح فورا هو وكيوكو على المكان ويبدأوا يستكشفوا البيت. وأثناء ما هم بيدوروا بيلاقي نابورو سكينة قديمة على الأرض، وأول ما بيمسكها بيفتكر كل الحكاية. وبنعرف إن مامة نابورو زمان جالها في يوم حالة هستيرية من العنف، وده كان اليوم اللي أخدت فيه أخوات نابورو واختفوا بعدها. وبعد ما رجعت وفائت من الحالة اللي كانت فيها اعترفت لنابورو إنها قتلت إخواته، وإنها ما بقتش قادرة تسيطر على نفسها، وإنها محتاجة مساعدته، وطلبت منه يمسك السكينة ويقطع رأسها لأن ده هو الحل الوحيد للي هي فيه. لكن وبسبب خوف ورعب نابورو من اللي المفروض يعمله بإنه يقتل مامته ضربها بالغلط، وجات السكينة في وشها بدل رقبتها، وده اللي شق وش مامته اللي فضلت بعدها تقول له اقطع لي رقبتي. بس نابورو ما سمعش الكلام وطعنها في بطنها، وبعدها لبسها ماسك علشان يداري بقها وخباها في الدولاب. وهنا ولما فتح الدولاب اللي خبى فيه مامته ما لقاش جثتها، واللي لقاه هو باب أوضة سرية. فبتدخل كايوكو الأوضة وبتلاقي ميكا اللي بتبقى لسه مربوطة على الأرض، ولما بيدخل وراها نابورو بيلاقي هياكل عظمية لطفلين تانيين، وبيعرف إنهم إخواته.
ولما بيجوا ياخدوا ميكا علشان يهربوا بيتفاجئوا بظهور كوتشساكي اونا اللي بتضرب نابورو في رجله بالمقص علشان ما يعرفش يتحرك، وبعدها بتفضل تضرب في كيوكو لحد ما يغمى عليها، وبتاخد ميكا ونابورو وترجعهم للاوضه من تاني. وبعد شويه بتوصل مامة ميكا البيت اللي هم فيه، واول ما بتدخل بتتفاجئ بكيوكو المغمى عليها على الارض. ولما بتصحى كيوكو بتدخل مع مامة ميكا الاوضه علشان يلحقوا ميكا ونابورو واللي بتكون كوتشساكي اونا عايزه تقتله، لكن كيوكو بتقدر تنقذ نابورو تاني وتطعن كوتشساكي اونا زي ما عملت قبل كده، بس المرة دي بتخرج روح كوتشساكي اونا وبتتلبس جسم مامة ميكا. وهنا كان نابورو قدر يسيطر عليها قبل ما تأذي حد، وطلب من كيوكو وميكا انهم يخرجوا من البيت حالا وينقذوا نفسهم، وبالفعل بيقدر نابورو بأعجوبة يقطع راس كوتشساكي اونا، وتقدر ميكا وكيوكو يخرجوا من البيت بسلام قبل ما يتهدى عليهم. واخيرا بيرتاحوا لما بيعرفوا ان اللعنه اللي رعبت المدينه كلها اخيرا انتهت. وبعدها بفتره بتروح كيوكو علشان تشوف بنتها لاول مره بعد انفصالها عن زوجها، بس الصدمه لما كيوكو بتبدا تكح كحه غريبه، والسبب ان كوتشساكي اونا اتلبستها. وهنا بس بنعرف ان اللعنه لسه ما انتهتش. وبكده يخلص فيلمنا. ما تنساش بقى اللايك الجميل والشير والسبسكرايب، وتتاكد من تفعيل الجرس على خيار الكل علشان يوصلك كل جديد. سلام.